ازيكم عاملين ايه؟ انا لبنى زين المشغولات اليدويه. جيت بفكره جديده وبسيطه ممكن تنقل شكل بيتك لحته تانية خالص. كل اللي هنحتاجه اطار خشب زي ده، وهحتاج العصيان بتاع الشيش طاووق، وهحتاج خرز الخشب وقماش كتان وخيط من القطن. وهنجيب الطاره وهنبدا نشتغل فيها. اول حاجه انا عندي الفتحتين دول لازم اقفلهم، فاقفلهم بايه؟ هقفلهم بخيط الخيش. في حلقه هنا كده هدخلها فيها اهي، والمقابله ليها نطوه، وهربطها عشان ما تفتحش مني، وهبدا الف عليها كلها كده عشان تجمد معايا اهي. وبعد كده هربط ربطة عادية خالص. انا كده خلصت الاطار وثبته كويس قوي، مش هيفك معايا. بعد كده هاخد خيط القطن هقصه يعني باحجام متساوية عشان انا هعلقه فيه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. طب هتعمليه ازاي؟ هاخد الحرفين على بعض كده وهدخلهم كده، وهدخل الخيط كده وهشدها بس كده، بس هتأكد انها ايه مسكت، هي مش هتفك. هاخد اللي بعديها نفس الحكاية، دخل كده وهشد، وهفضل اعملها لحد ما اخلص الطرة كلها. وبكده انا اكون خلصت الاطار، جهزته من تحت. هي معمولة بشكل عشوائي، ممكن انت عايزة تعمليها تقصيها تطوليها وتطول عن كده وبتقصر عن كده، دي حريتك او انت شايفاه مناسب. انا دي شايفاها مناسبة كده. عشان ناخد الخطوة التانية هجيب عصاية شيش طاووق وهدخل فيها خرزاية، وهاخد منها حتة من الخيط وبنفس التكنيك اهو، وهرجع اخد خرزاية تانية، وبعدين هاخد حتة برضو من الخيط اهي. وكده احنا جهزنا الاستيك اهي، وهلزقها بس، هتتلزق هنا بكل سهولة بالمسدس الشمع، بس حاولي بقى توسطنيها ما تقفلش على اللي تحت. هجيب القماش الكتان ده هاخد منه حتة على قد الظهر، انا قستها كده، وهقص. وبكده كنا انا قطعت حتة القماشة اهي اللي انا محتاجاها، هبدأ بقى الزقها، بس هلزقها بشكل ما يبقاش يبقى شكل لطيف برضو، مسدس الشمع معايا من فوق. وكده ده بقى الشكل النهائي بتاعها، ما خدتش وقت وسهلة وبسيطة وطلعت تحفة. وايه رأيكم فيها؟ انا مستنيه رايكم في الكومنتات.